خيري كيف عليه. طب شو شو بالنسبة للعظم هذا اللي اسمعوا الأزوات هاي؟ شايف إخواني بديش أعطي مقدمة كثير ولا حكي كثير وانتوا عارفين الصحيح حبايبي. أحكي عنك كلمتين وخليك تكمل. طلعنا على موقع يا إخوان ما قدرنا نسيطر عليه الأربعة انسحبنا منه الموقع ما فيه نت السنابات نزلت عند الكل أقسم بالله ما قدرنا نسيطر راح تنزل على الانستغرام راح تشوفوها وعلى اليوتيوب وكل مكان راح تشوفوا شو الإشي اللي صار معنا وليش انسحبنا وما نزلت سناب فقررنا نعملكم مغامرة كاملة من أولها لآخرها تستمتعوا فيها قررنا نرجع اقترحت عليهم إنه أرجع هذا الموقع لأنه أنا في يوم من الأيام هربت منه اليوم راح أكمل فيه ووعد الكاميرا معك عم بعيان حبايبي بس بدي أحط سنابهم عندي أضيفهم أنا والله بيستاهلوا الله يسعد قلبك حمودي الله يرضى عليك عم بحياري طبعا يا اخوان احنا مغامرين بيوت مهجوره مستكشفين اماكن مهجوره بيوت نعم مش بر واليوم على البر واليوم على البر وهي الرصد ان شاء الله انه ما يضر حدا انا فعلا مرصوده والمكان فتناي عليه يا حبايبي ترى مرصود ما قدرت اسيطر عليه فعلا انا تعبان كثير بس اصريت اني اكمل مغامرتي مشان امتع العالم ويا اخوان لا تنسوا العم ابو حياري من اللايك على اليوتيوب والاشتراك في القناه والشير لانه فعليا بيستاهل اخوان احنا مشينا تقريبا اخوكم المغامر حمودي ابو وائل انا المغامر حمودي ابو وائل بمون عليكم تشدوا معه على اليوتيوب لايك شير اي منصه بينزل هذا الفيديو شدوا والله ما بقصروا والله ما بقصروا يا حمودي نقول يا الله ما بقصر فخر نقول يا رب طبعا رفق الخير زي ما انتم شايفين هي الساعه 4 ونص الصبح اسمعوا خلينا نطلع فوق وحصل المكان يلا وبعدين تلحقوني انا كل اخوان صوت احسن يجيبوه ولا ابصر شو الاصوات هاي بس هي كلها موته واحده باذن الله تعالى كلها موته واحده باذن الله انا تعالى فخليكم يا اخوان قول بسم الله يلا قولوا يا رب يا الله هنشيل اعوذ بالله من الشيطان يا رب يا الله يا الله اسال الله تعالى الله اه بدك تضلك تشابط بالطريقة هاي بسم الله امسك انت معنا هذا خليني انا اضرب الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا شكله رايق اليوم الموقع اذا مو انا بالاصوات طلعت هاي والله العظيم في صوت كتاب الرحمن في صوت بسم الله شوف تخيل هون طلع الصوت بسم الله الصوت طلع والله العظيم من هون ايه الفوق الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله شجرة تتحرك واحدة لحالة هاي 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 بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من شيفها؟ الشيطان الرجيم امشي 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 ردوا علي امشوا هون مكان مرصود كامل تطلع هاي هسه؟ بدك تطلع طبعا يا اخوان وقف لكم التصوير هسه برجع بصور لكم ها اطفى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هسه بنرجع يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم نتاكلكم لا حلو فوت قول يا ابو شوف 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 ايش هاي قبور وحد الله تعال بسم الله اوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله طلعت من زبان قلبت فيديو قلبت فيديو كمان بعدين انضربت جوا يا رب يا الله هذول كلهم قبور يا اخوان طبعا هالقبر هذا قبر هالقبر تخيل انت داخل جبل طلع طلع اخوان طلع الفتحات طلع طلع قبر هون طلع هسه بتشوفوا من المقابر هسه بدي افتح قبر كمان انت بدك تفتح قبر؟ يلا مشينا روح بس تبعكم دقيقة بدي افوت داخل سرداب هذا احضر عم ابو حياري عم ابو حياري بدك تفتح قبر؟ تخيل واحد من باطن الجبل يفتح قبل طلع بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. يا الله. ندخل زحف؟ لا أفوت من هون. لك تدخل زحف أصلا. أعوذ بالله من الشيطان. أنا ما دخلت زحف هون. هذا سردب لجوا طويل هذا طبعا. ايش؟ جوز حمودي بذكره هذا سردب غميق يعني. سرديات طويل هذا. طلع خور ابو حيري. خليني انا اخر واحد افوت. بسم الله. بسم الله. والله لعيونكم اقسم بالله. ما راح احرمكم من المغامره. بتعرف تاخري؟ بس والله العظيم انتم بتعرفوا شو خلينا انا وانتم عيلتي الثانيه. ايوه. شو؟ ايش مالك يا عمو ابو حيري؟ الله اكبر. فتح حموده لا ايش هذا عنكبوت كلها قبور هذا كيف انه جن ما بتضل لك في البلاد يا رب يا الله والله مدينه جوا يا اخوان خلينا نجيب بس الفاس يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاسب الحرارة لازم يكون بارد داخل الجبل معروف لازم يكون بارد أدخل دقيقة طلع فوق شايف الحجر هذا في النص إذا فلت فخ هذا إذا فلت طب شو بصير حجر صغير ماسكهم طلع انتبه يا عمود بالله عليه حجر صغير يا اخوان مسكهم طلع الصخر اعوذ بالله من الشيطان طلع 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 كيف معلقه من شو جابك الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كن تخيلوا يا اخوان بالله ايش فيه ايش فيه فوت هسه فوت ايش فيه اقرا قران شو ما كنتوا يا اخوان شو الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فوت أنا بدي أفوت هون يلا وراك 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 يلا بسم الله شو الصوت هذا؟ اخوان تخلع الفخ جوا المغارة طلعوا كيف هذول الصخرتين في الجبل في السقف يا الله ماسكهم بس لا اعوذ بالله انا رديف اضرب بها صوت بسم الله الرحمن الرحيم وي ضربة العصاية وجي بسم الله فيك الله اكبر الله اكبر هي شغله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالبركه يا اخي شو الاحمر هذا تصل تصل شو الدم دم والله شكله يا رب قول يا رب عمرك فتحت قبور هون كيف؟ عمرك فتحت قبور هون قبر تحت فتحنا يرباكم يا رب يا رب خلنا نتأكد يابا في ظهري هذا قبر شافه ضرب ظهري بسم الله تتفع لي احجار ايش هو؟ هذا قبر مسطح عليه احجار بس مرقوني هيك طب هاي قبر هاي قبرين قبرين ثلاثة 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 دقيقة خليكم هاي ثلاثة ثلاثة طيب حسب العلامة موجودة في مقابل واحد عندكم كمان هاي تحدد له وين عندك واحد ايش بتحدد له مكان ايش؟ الحديد اللي في ايده والله مكان المعادن صح؟ الفضاء بتطيح زلمة الجن نفسه طب سؤال كيف يعني هاي لك هاي الحديدة زلمة الحديدة بتتحرك حالها تقول روح على الفراغ معنا شفت كثير فيديوهات على اليوتيوب بس ما بعرف كيف يستعملوها شو بس شو بس شو سووا شو ثلاثة دقيقة ثلاثة طيب شو بواحد
شو بحكي ابو؟ والله ما بعرف. يروح يوقع علينا، تسكر علينا الجبل اللي عم بحيري. انتو شوف هرجيتكم الصخر كيف فوق نبوكم. لا يروح يقتلنا هسا. شايف الله؟ لا بس وضعه تمام يا عمو بحيري، فهمان في القصص هاي. متمكن من هيك قصص. اسمع اسمع الحبل الحريري. شوف ايه لفت. أما بحيري قريب قريب افحص عنا هون دقيقة. أول مرة بشوفها بعيني. أول مرة. ركزوا عيدة. طيب أنا عندي واحد اثنين. ركزوا عيدة أخوان. شوف الله كيف إذا استخدم السيخين شو بصير بيك. ركزوا عيدة أخوان. ركزوا. تمام. أجي عليكم. شو أجي علينا؟ طلع كيف لف الحال يا اخوان. طلع ايش فيه؟ لف ها مش ماسكه في له. بسم الله. طيب تمام. بسم الله الاخزو. بسم الله. هذول الحجار مصفوفات رصيف. اسهل شيء انه هذول عمي مفتوحه تحت. ماشي هني هسه لازم فوق. مفتوحه هاي مقابر تحت باطن. ننزل على المقابر. ننزل تحت المقابر. حوالينا كلها مقابر هي. طب ليش ما هي مستحيل مقابر؟ ثلاثة بالجهة هاي ثلاث بصمات تثبيت، ثلاث القبور باتجاه هذا. هسه بداية المدخل على ثلاث مقابر بالاتجاه اللي فتنا منه. تمام. هاي ستة. وبي عندك على كل وسطية قبر. عمي افهم شغلة. طلع طلع فتحتها مصغرها. طيب اظل هون. شو ضيقه ومن جوا وسعه قديم. في بيت عنكبوت يا اخوان قديم. لا في شيء تمام والله العظيم في شيء دزرني. الحديد اللي حددت لها تدخلون. كيف تحدد الفراغ؟ انا مش فاهم بس بدي افهم. اعوذ بالله. البيت العنكبوت شايفه انت فوق الصخره الكبيره على الباب. ايش في؟ ايش نقص؟ سامع ايش في؟ شو ما كنت تسمي بالله يا زلمه؟ بالله اعوذ بكلمات الله. ايش في؟ ايش في؟ لا في شيء لمس رقبتي. طيب انت كلش ايش في وايش في؟ ضلك سمو يا اخوان. بلاش واحد بينا ينضرب. قول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا اله الا الله. اسمع اسمع في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات. ملك الناس اله الناس. اسمع صوت الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اسمع 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 في صوت. بسم الله. في اصوات. في صوت. والله في اصوات. ايش هذا؟ هذا القبر. هذا القبر. القبر. هاي القبر. هاي القبر. اسمع في اصوات جوا. ما بحكي كيف بدك تدخلنا من قبر زي هذا يعني. عبود يا حبيبي تقرا القران. يلا بلاش واحد بينا يطرى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. بسم الله. بسم الله. بلشت أنا أنعجيك. بسم الله. بطلت تعرف أسوي إيش أنا. بدك دخلنا من هون عم مر حياري. دخلنا من هون. صبرك بالله. اقرأ القرآن. كمل. أنا كنت أشطر واحد بالقرآن. قل أعوذ برب الفلق. أيوة. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سامحوني يا أخي. إيش في؟ قل هو الله أحد واحد الله. ملام ندخل معك. امسكوا. يا زلمة كيف تدخل معي يا زلمة؟ يعني مو تكون يعني. قل هو الله أحد. خلاص أنا أكبر واحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. أكبر واحد يعني. إيش في؟ فك. قل هو الله أحد. بدك تدخل. الله الصمد. طلع الصوت. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. عمو بحيري جد انت تدخل لحالك كيف صارت يعني؟
يعني عليك الناس يا من فوت معك يا بلاش ياه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ايه كشافوا طفل طفل قسما بالله طفل ارجع دوي ارجع دوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله قل هو الله احد قاعد بيعطيك الله الصمد قاعد لم يلد ولم يولد بيعطيك انه زي ما في شيء ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد اياك نعبد واياك بسم الله الرحمن الرحيم دقيقه بس احكي كلمه ما هو احنا جايين نغامر مع بعض يا من فوت كلنا مع بعض كل شيء بيصير علينا كنا يا بلاش تحكيش انا عايش وانا كبير وانا عايش ايش بدك احكي له ايش بدك سمو بالله اقرا قران انا بدي اقرا قران طب يلا قول يا رب خليني انا وراك اكتشف هالشغله جوا واطلع يا الله انا هنيك طب هنيك بسم الله الرحمن الرحيم يلا والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طاقه زي هاي يدخل جوا قبل من طاقه زي هاي انا بسم الله الرحمن الرحيم طلع بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر في صوت أشهد أن لا إله إلا الله بأذن جوا الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شبيه اسحب 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 الله أكبر اسحب اسحب اطلع 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 حج صبرك صبرك الله اكبر الله اكبر يا زلمه اسحبوا اسحبوا انت مستني يا بقول لك الله اكبر استنى يا زلمه واحد ولا بقول لك استنى على قبر ولا بقول لك استنى لا الله الله ما بيننا بيكم الله ما بيننا بيكم الله الله ما بيننا بيكم اعطيني كشاف اعطيني كشاف شباب خذ 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 هيك كشاف امسك امسك خذ اخذ اخ مالك يا الله دقيقه دقيقه بدي اسحب هالشغله اترك رجلك اترك 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 الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله شو مالك ايش في طلع اسحب 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 اسحبوا دقيقه خلينا قبل الفاس اسحب 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 والله العظيم في صندوق صندوق ايه ما كان في شيء بسم الله الرحمن الرحيم انا هسه صورت ما كان في شيء بسم الله في شيء خبط بي وكتاب الله يلا شو هذا انكسر الصندوق شو انكسر جاي من فوق شو هذا شو هذا ذهب لا لا شو هذا عدم شو اه ايش هذا بسم الله الرحمن الرحيم ليش هيك سخن ها يما صوت الكشاف كشاف بسم الله بلع لا لا بسم الله صوت شو هذا سمك صوت شو سمك هذا شو هاي اثر والله ما انا عارف والله ما انا عارف لا يا زلمه مستحيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اسمع ليش سخن خلينا ناخذ ونطلع فورا خلينا ناخذ ونطلع فورا بسرعه سخن حسه ها اسمع بالله في صوت هون في صوت الله اكبر يا اخوان سمو سمو شو ما كنتوا بسم الله بسم الله بسم الله هيا عظم كمان يا باي شو سخن ليش بسم الله الرحمن الرحيم ايش هذا بسم الله الرحمن الرحيم في شبرمي في 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 اصوات شو اسمع لقيته طبعا طبعا هذا دويلي انا ما معك الشاف وين لقيته اعطيني ايش هذا ذهب وين لقيته ذهب ما بدري شو اللي ما بتدري هو اعطاك اياه يعني قال لك خذه مثلا وين لقيته يعني على الزاويه يعني هو جوا لسه في قبر كمان جوا انت دخلت لهون انت دخلت لهون وين لقيته في قبر جوا هون القبر اللي جوا اللي جوا هذا هون هون يربحكم محطوط يعني على باب القبر اسمع اريد افوت جوا لا بالله عليك لا 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 خلص خلص لا 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 فيش مزح فيش مزح فيش مزح اسمع لازم تطلع فيهم هسه طيب يلا 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 نطلع فيهم نشوف شو هم يلا يلا خلينا اطلع من هون اطلع 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 من هون من هون روح روح وقفت السنابي هسه بنرجع يا اخوان هيري كيف عليه شو شو بالنسبه للعظم هذا اللي جوا الصندوق كيف عليه هذا بحط العظم عشان ما يخرب الذهب هذا الذهب ايه يا الله الرحمن الرحيم كشاف 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 مناش اياه مناش اياه اطلع اطلع مناش اياه اطلع 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 كيف اطلع يلا قول يا رب فلوا الشباب عندي عندي فاهم الصوت الله اكبر
يا إلهي الله أكبر. نين الطريق؟ نين الطريق؟ نين حي.